نظمت اليوم مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية وهران يوما تحسيسيا خاصا بحجاج بيت الله الحرام بالجامع الرئيسي القطب عبد الحميد بن باديس، وحضر مجموعة من الحجاج يمثلون 4 دوائر منها وهران، السينيا، بيرجير وتليلت، من أجل الاستماع إلى الإرشادات الهامة التي تضمنتها الدورة التدريبية والتطبيقية باستعمال مجسم الكعبة الشريفة والصفا والمروة ورمي الجمرات ومقام سيدنا إبراهيم، وهذا من أجل تدريب الحاج على أداء مناسك الحج بالطرق الصحيحة. وفي هذا الصدد كشف مدير الشؤون الدينية والأوقاف السيد الحاج محمد أمير عبد القادر على أن الجهات المختصة تعمل على تكثيف الأيام التحسيسية والتوعوية لكيفية أداء المناسك على الطريقة الصحيحة، بما يقدم صورة مشرفة للحاج الجزائري. قدمنا برنامج تضمينا 4 دوائر في مسجد عبد الحميد بن باديس. اليوم راكم تشاهدوا الحجاج تاع مدينة وهران، والحجاج تاع دائرة سينيا، والحجاج تاع دائرة ليلات، والحجاج تاع دائرة بيرجير. تشوفوا راكم درنا مجسم تاع الكعبة الشريفة، والحجر تاع سيدنا إبراهيم، مقام سيدنا إبراهيم، والحجر تاع سيدنا إسماعيل. وفي أئمة اللي عندهم اختصاص فيما يخص التوعية وفيما يخص العمل التطبيقي، درنا العمل النظري والتطبيقي. احنا الحجاج اللي سبق ليهم زاروا بيت الله الحرام راه عندهم فقه وراه عندهم درايه، ولكن كاين اللي مازال ما شافش حتى كيفيه الاحرام ولا كيفيه الافراد ولا كيفيه التمتع ولا كيفيه الاقران. احنا اليوم رانا تجندنا، والشكر موصول الى فرسان المرابر وحراس المحارم ائمه مساجد ولايه وهران. وغدوه ان شاء الله عندنا دائره ترزيم الضوء بالطيوه، الضم بالطيوه وقديه، 3 دوائر. وبعدين عندنا دائرة عيون الترك، الضم بالي دائرة تاع بوتليليس، وتكون الفائدة كل الحجاج استفدوا من الأمور النظرية التطبيقي والنظري. وعندنا يوم 14 جوان بقدرته تعالى باش نجمعهم على قارئ واحد، يكون يوم دراسي في القاعة تاع عبد الحميد بن باديس. والهدف من هذا اليوم الدراسي بحضور مديرية الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، وبحضور البنك الوطني، وبحضور الحماية المدنية، وبحضور الجمارك، وبحضور شرطة الحدود. كل قطاع يدلو بدلوه. الشؤون الدينية تتمثل فيه المديرية، يحضروا فوقها باش نعطوهم الجانب الديني. الجانب الصحي شرف عليه مديرية الصحة. الجمارك يعطوهم فاني باش تيهم بالحاج الاجراءات في المطار، شرطه الحدود كذلك، ويكون الحاج ادى كل المعلومات التي تتعلق بالحاج منذ اقلاعه من مطار هواري بومدين الى مكه المكرمه او المدينه المنوره، ويرجع ان شاء الله يدي امور اللي تهمه، ومن بعد يرجع بالخير والبركات. عندنا ما يقارب 504 حاج على مستوى مدينة وهران. المطار رانا نسقنا مع المدير تاع المطار، في فريق من مديرية الشؤون الدينية والأوقاف ويكون رئيس فرقة باش يكون استقبال الحجاج، القضية تاع التنظيم تاعهم، القضية تاع الركوب تاعهم، القضية تاع الإقلاع تاعهم، القضية تاع الأمتعة تاعهم. أنا نظن الأمور الإدارية بقدرته تعالى راه تقريبا 99%. نزيد الحجاج اللي ما كملوش الإجراءات تاعهم يتقربوا من البلديات باش يتموا الإجراءات تاعهم، اللي يهمه البنك يتقرب من البنك باش يخلص، اللي يهمه الأمور تاع الصحة يتقرب إلى المستشفيات باش ياخذ اللقاح تاعه. الحج تكون إن شاء الله، إن شاء الله حجة مباركة إن شاء الله بإذن الله. والخطب اللي درنا تاع مسجد ابن باديس مبررة حسنة. كاين الناس اللي مازال ما مشاوش يتعلموا حاجات تفيدهم، ان شاء الله باذن الله نكونوا سفراء لبلدنا ونتمتعوا بالاخلاق ان شاء الله تاع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.